السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص نسخة جديدة من الكور ديال الإلكترو ستاتيك. ألو، هذه هي الحصة الرابعة. اللي ما شافش ثلاثة الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. ألو، في هذه الحصة إن شاء الله غادي نكملوا على داكشي اللي درنا في الحصة الفايتة. غندير واحد الرابيل بعدا بسيط. أشنو درنا في الحصة الفايتة؟ دخلنا في لا ديستريبيسيون كونتيني دو لا شارج، وشفنا اول كا وهي ديستريبيسيون دو شارج لينيك. مزيان، حيت كنهضروا على لينيك، يعني ان الشحنات موزعين على واحد الخيط، صافي، يعني واحد لاضغوط. عندنا واحد لاضغوط اكزومبل، وكيكونوا الشحنات مالهم موزعين فيه، وكيكون التوزيع مالو يونيفورم منتظم. مزيان. الوغ، وشفنا ما معنى لاندا. لاندا قلنا انها هي لا شارج ديال واحد متر، يعني الا زدنا واحد متر من هذا الخيط هذا وحسبنا لا شارج اللي فيه، غادي نلقاو القيمه ديالو لاندا. مزيان. هو البروف ليكزام راه ما كيعطيكش واش موجبه ولا سالبه، لي شارج اللي كاينين هو كيعطيك لاندا وكيقولك انها موجبه، اوتوماتيكمون كتعرف ان لي شارج انهم بوزيتيف. صافي، بما ان لاندا موجبه يعني لا شارج اللي كاينه في هذا الان المتر راه موجب، يعني راه كلشي موجب. و الى عطاها لنا سالب يعني ان هاد لا شارج اللي كاين في هذا الخيط هذا مالو انها سالب. سي تري بيان. واشنو اخر قلنا؟ قلنا ان هاد الخيط هذا يقدر يلعب لك عليه، يديروك على شكل دائره، ياك، غير ان لا شارج كتكون غير في هذا الخيط هذا. سي تري بيان. يقدر انه يدير لك نصف دائره اكسيتيرا، دونك يقدر يلعب لك. دونك داكشي علاش قلت لكم ضروري انكم ما تحفظوش، فهم، لان الا فهمتي ما غاديش تلقى المشاكل كاع في الالكتروستاتيك، لانه بسيط بزاف. يلا نكمل. دابا غادي نشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه وهي لا ديستريبيسيون دو شارج سورفاسيك، يعني من الاسم ديالها باينه سورفاس، يعني الا هزينا اكزومبل قرص مثلث مستطيل اكسيتيرا، كيكون لا شارج مالها كاينه فاش في السيرفاس كامل. مزيان، يعني اكزومبل هزينا واحد المستطيل، ياك، دونك كتكون لا شارج مالها فاش في السيرفاس. سي بيان، يعني في السيرفاس كامل وكتكون بواحد الشكل اينيفورم منتظمة. مزيان. الوغ غادي نشوفو، شفنا لي كاركتيريستيك ديال لا ديستريبيسيون دو شارج لينيك وهي لاندا. مزيان. بالنسبه ل لا ديستريبيسيون دو شارج سورفاسيك كاينه ما يسمى بي سيغما. سيغما نفس التعريف. سيغما شكون هي؟ سيغما هي الى هزينا واحد السورفاس ديال واحد متر كاري، ديال واحد متر كاري، وحسبنا هزينا واحد متر كاري من هاد المستطيل وحسبنا لا شارج اللي فيه، غادي نلقاو اكزاكتومون هي سيغما. يعني شكون هي سيغما؟ هي اكزاكتومون لا شارج ديال واحد متر كاري اللي كاينه في واحد متر كاري. وبما ان اينيفورم، اي واحد متر كاري اللي نهزوها من هاد المستطيل غادي نلقاو اكزاكتومون كيساوي لاندا. باش كنحتاجو لاندا، يعني اي مساحه، اي سورفاس نقدروا اننا نحددوا لا شارج اللي فيه. اكزومبل الى هزيت هنايا واحد سورفاس ديال 20 متر كاري، تقول لي، قلت لك حسب لي لا شارج اللي كاينه في هاد السورفاس هذا، تقول لي سي سامبلومون نضربو في لاندا. اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا كيو، يعني القيمه ديال لا شارج اللي كاينه في 20 متر كوب. سي تري بيان. وقلنا ان هذه كتكون كونستانت، يعني لاندا سيغما كونستانت توجور، حيت كتكون عندنا توزيع اينيفورم، يعني تكون اينيفورم دائما، هادو كيكونوا ثوابت ما كيتغيروش. سي بيان. الوغ نكملو. اشنو كنا كنديرو؟ كما العاده نفس لا تكنيك اللي درنا في لا ديستريبيسيون دو شارج لينيك، غادي نحاولوا اننا اكزومبل ان عندنا عندنا واحد لو بوين نسميها انا بي. مزيان. الوغ الهدف من هاد ليكزومبل دونك غادي نحاول اني نشرح الكور ونشرح لاغولاسيون، ثم من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد بوتيت اكزيرسيس اللي غادي باش اننا نشوفوا واش ضبطنا المسائل ديالنا وكيفاش كنتعاملوا مع لي زيكزيرسيس. صافي،
مزيان. الوغ عندنا هذه واحد لو بوين بي، الهدف منها هو نحسبو لو شون الكتروستاتيك اللي نتشيوها لنا هذا المستطيل كامل في لو بوين بي. يلاه ركز، اشنو كنا كنقولوا؟ اول حاجه حنا كنهزوا واحد لاشارج بونكسيال نقطيه، مناش من هنا. يعني شنو كنهز هنايا؟ كنهز واحد السيرفاس صغير، يعني كنهز واحد السيرفاس باكزومبل، هاد السيرفاس كيكون صغير بزاف ياك. مزيان، هاد السيرفاس صغير بزاف شكون هو المساحه ديالو؟ الوغ الى افترضنا ان السيرفاس ديال المستطيل هو اس، فان السيرفاس ديال هاد الصغير هذا غادي نسميوه دي دو اس. سي تري بيان. الوغ مزيان، هاد دي دو اس لا شارج كامل ديال هاد المستطيل نسميوه كو. مزيان، يعني لا شارج اللي كاين في هاد المستطيل كامل سميناه كو. هاد الجزء الصغير اللي هزينا شنو غادي نسميوه؟ دي دو كو. دي دو كو سي تري بيان. الوغ هذا غادي يكون واحد المسافه، دونك هاد لو بوين هادي سي ان بوين، غادي نسميوها ا. صافي مزيان، دونك هادي هي المسافه اللي عندنا ما بين ا بي. صافي، يعني عندنا هادي مسافه ا بي. سي بيان. الوغ هاد لو بوين الصغيره اشنو غادي تنتج لنا؟ غادي تنتج لنا واحد لو شون الكتروستاتيك كاينه في بي. الاتجاه ديالها بما انها بلوس تكون خارجه. واش نسميوها او؟ لا، او راه ديال المستطيل كامل، ولكن حنا غادي نهزو هي ديال اللي عطاتنا هاد لو بوين صغيره نسميوها دي دو او. مزيان، غادي نفترضو ان عندنا واحد لا فيكتور اونيتير او، هذا سي ان فيكتور اونيتير او. سي يعني ماشي في هاد الاتجاه هذا. مزيان، اول حاجه غادي نحاول انني نجبد لا غولاسيون ديال، نحسب القيمه ديال دي دو او، ثم غادي ندير لانتيغرال دوبل. علاش لانتيغرال دوبل؟ لانه كنهضروا على سيرفاس، اما كنا كنهضروا على ليني كنديروا انتيغرال واحد باش نجبدوا او، دابا انتيغرال دوبل لان عندنا سيرفاستيك. صافي مزيان. الوغ دونك نكمل. دونك عندنا دي دو او، ها هي لا غولاسيون ديالنا. دي دو او شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كا. شكون هي كا؟ هي كا هي واحد على 4 بي ايبسيلون 0 فوا اش فوا دي دو كيو. دي دو كيو لا شارج اللي عندنا هنايا صغيره، هذه دي دو كيو مقسومه على المسافه ا بي او كاري، يعني ا بي او كاري. مزيان، الا درنا فيكتور هنايا يعني غادي نديرو فيكتور اونيتير، راه ماشي في نفس الاتجاه، نديرو في لا فيكتور اونيتير او، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. حنا الهدف ديالنا شنو بغينا؟ بغينا او. هنايا الا بغيتي او اشنو غادي دير؟ غادير لانتيغرال. غير هنا ركز معايا مزيان، غتقدر تلقى في بعض لي زيكزيرسيس دونك هاد الكتابه متغيره. كيفاش؟ يعني هو عطاك لا فيكتور اونيتير، ها انت شوف معايا، عندنا هاد لا فيكتور، هذا سي ان فيكتور من ا لبي، ها هو سي ان فيكتور ا بي، ركز معايا ا بي عفوا ا بي. مزيان، هاد ا بي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا نورم ديال هذا في لا فيكتور اونيتير. صافي، لا نورم ديالو يعني لا نورم ديال ا بي. مزيان، في لا فيكتور اونيتير ديال ا بي هو او. يعني نقدر انا نجبد او، شنو كتساوي لنا او؟ يعني ان او اكزاكتومون كتساوي لنا المتجهه ا بي. ا بي في لا نورم ديال هذه هي ا بي، ما نديرولهاش واحد الفليش الفوق. صافي، يعني كنهضروا على مسافه ا بي. مزيان، نقدر انا نروبلاسي هذه ب او، دونك هاد او هذه تحيد غتولي فوا ا بي لا فيكتور في ا بي. مزيان، ابي في ابي غتعطينا ابي اوس 3، ابي اوس 3 سي بيان. دونك حتى هاد الكتابه تقدر انك تلقاها في الكور اكزاكتومون باش تعرف منين جات، سي سامبلومون. الوغ نحيو هادو ونرجعو للكتابه ديالنا. دونك او كاري وعندنا اونيا. مزيان، الوغ الهدف من هذا هو نجبدو او. اشنو غادي نديرو؟ دونك باش نجبدو او غادي نديرو لانتيغرال. سي بيان، لانتيغرال دوبل، دونك غادي يخرجوا لي كونستانت،
دونك هنايا هاد الدي دو كيو خاصني روبلاسيها بالنتيجه ديالها. اشنو عندنا؟ عندنا سيغما. اشنو كتساوي سيغما؟ كتساوي لنا سيغما عباينه. سيغما هي كيو، يعني لا شارج اللي عندنا في هذا المستطيل كامل في المساحه في اس مقسومه على اس. يعني سيغما كتساوي لنا كيو مقسومه على اس. مزيان، حنا بغينا دي دو كيو، يعني ان كيو دونك يعني ان كيو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سيغما في اس. هذا كي امبليك ان دي دو كيو اشنو كتساوي لنا؟ دي دو كيو كتساوي لنا دي دو سيغما اس. سيغما توجور كونستانت ياك ثابته، يعني كتخرج ما ديش تقوى، يعني عطاتينا سيغما في دي دو اس. دي دو اس منتظريه سي تري بيان. دونك هنايا دونك حنا جبنا دي دو كيو. دونك هنايا هذا كي امبليك ان دي دو كيو شنو كتساوي لنا؟ سيغما في دي دو اس. سي تري بيان. دونك غنجي انا روبلاسي هاد دي دو كيو بالنتيجه اللي عندنا هنايا. ها هي دي دو كيو نحيدوها، تولي عندنا سيغما دي دو اس. مزيان. الوغ هنايا غادي نحسبو، نقدرو نحسبو او. مزيان. الوغ هاد او هادي شنو غتعطينا؟ لي كونستونت غادي يخرجو، غتعطينا سيغما كونستونت 4 بي ايبسيلون 0 ياك. دونك هاد المسافة كتغير، علاش؟ لأن نقدرو نهزو أ هنا، نهزو هنا، نهزو هنا، دونك كتبقى في الانتيغرال، يعني انتيغرال دوبل. علاش درنا دوبل؟ لأنها سيغفاسيك ديال اش ديال دي دو اس مقسومة على أ بي أو كاري في أو. دونك هنايا شكون اللي كيتغير هنا؟ على حساب ليكزيرسيس. اس يعني المساحة، خاصك تعرف المساحة ديال الأشكال كاملين. دونك هادي ما خاصكش تزقلها، يعني المساحة ديال المستطيل، المثلث، الدائرة، اكسيتيرا، يعني أي شكل من الأشكال خاصك تعرف تحسب له المساحة ديالو. صافي سي تخي بيان. تاني حاجة تاني حاجة على حساب لي دوني، يعني أنت هنا يشوف هو أغلبية كيعطيك ثلاثة د المجاهيل، ثلاثة د المجاهيل. سي بيان. دونك ركز معايا، خاصك تفهم. غادي ندير واحد الاكزيرسيس وغادي نشرح هذا الشيء كامل. هو اكزومبل كيعطيك ثلاثة ديال لي فاريابل، عفوا ثلاثة ديال لي فاريابل المتغيرات. هاد ثلاثة ديال لي فاريابل هادو انت خاصك تردهم دو فاريابل، كما شفنا في ديستريبيسيون دو شارج لينيك كيكونوا عندنا ثلاثة ديال لي فاريابل ولا جوج كنردهم واحد. علاش؟ لان عندنا انتيغرال واحد. مزيان. وهاد الانتيغرال خاصنا نعرفو لي بون، يعني الحركة نعرفو اكزاكتومون كي كتمشي وكي كتجي. صافي باش نقدروا نحددوا لي بون ديال هاد الانتيغرال. مزيان. الوغ يعني ان الا عطاني اكزومبل ثلاثه ديال لي فاريابل غادي نحاول نحولهم جوج فاريابل، وجوج فاريابل خاصني نكون عارف لي بون ديال الانتيغرال ديالهم. وهادشي غادي نشوفو اكزاكتومون في ليكزيرسيس باش انكم تفهموا مزيان، لان انا بغيتكم تفهموا ما تحفظوش. الوغ نحيو، علاش؟ الا حفظتي غادي يبدل لك البروفايل التمرين، ما غاتفهم فيه والو. ولكن الا فهمتي اي تمرين غتخدمو بكل بساطه. الو غنمحيو ونكملو. الو دابا غادي نحاول انني نهز واحد قرص نخدمو على قرص. اغلبيه لي بروف لي اكزام اكسيتيرا كيخدمو على قرص. الو غادي نحاول انني نهز واحد هذا شنو هذا؟ هاد اللاكس هذا. دونك خاص تكون ضبط المسائل ديالك. نحاول نقدم. دونك هكا سي بيان. هادي هو السونتر. دونك هذا هو السونتر ديال هاد ديال هاد ديال هاد القرص هذا. هذا شنو كيدير؟ كيقسم لينا القرص لجوج اجزاء. ركز معايا، يعني اش؟ يعني اي بوان جبتها هنايا غادي نلقى مماثل ديالها هنايا. يعني هاد لاكس شكون كيتسمى؟ لاكس دو سيميتري. مزيان. وحنا درنا في الحصه الفايته اشنو كينفعنا هاد لاكس دو سيميتري، شي حاجه مهمه بزاف. هاد لاكس دو سيميتري هو اللي كيبسط لينا نحسبو لو شون الكتروستاتيك. يعني الا عطاني البروف لو بوان بي هنايا اللي غادي نحسب فيها لو شون الكتروستاتيك كاينه في لاكس دو سيميتري، صافي اي لاكس راه كيساوي زيرو، الاسقاط ديالو كيساوي زيرو، عرف لاكس دو سيميتريك هو اللي خاصني نحسب. صافي. يعني اكزومبل انايا غادي نحط هنايا هنايا اكزومبل اكريك وهنايا اكس. صافي. وهذه هي زد. سي تري بيان. الوغ غنفترض انني هذا قرص،
يعني الشحنة ديالو بوزيتيف، نقولو أنه عطانا سيجما ديالو مالها مجابة، يعني وي مجابة، يعني أن لا شارج كاينة في السيرفاس ومالها مجابة، سي بيان. دونك نتفادو أن البروف عطانا هادي هي لو بوان نسميها أنا إم، هادي هي لو بوان إم، سي تخي بيان. ألوغ أول حاجة كيما العادة غادي ناخد واحد الجزء صغير من هنايا، جزء صغير من هنايا مزيان. قبل بعدا، بما ان هاد لو بوان ام كاينه في لاكس دو سيميتري، كاش كيعني هذا؟ كيعني ان او ديال لو بوان ام اللي بغينا نحسبو صافي راه هي اكزاكتومون او دو زيت، صافي مزيان. ولا فيكتور يونيتير ديال هذا نسميوه او زيت، او زيت صغيره. كاين اللي كيسميه كا، كاين اللي كيسميه، دونك اسماء متختار، دي سي ان فيكتور يونيتير، او زيت صغيره صافي. علاش درنا هذا؟ لان عندنا او اكس كيساوي لنا 0، او او ايغريك كيساوي لنا 0، يعني الا سقطنا على اكس ولا ايغريك كيساوي 0. علاش؟ لان لو بوين اللي بين هضرتو كاين في لاكس دو سيميتريك، دونك الاسقاط ديالها غادي يكون هي في لاكس دو سيميتريك، دونك الاخرين غادي يساوي لنا 0 صافي. هاد لو بوين دونك راه شرحناها في الحصص اللي فاتت، الوغ نمحيو، سي تري بيان. الوغ دابا غادي نكملو. اشنو قلنا؟ كنهزو واحد جزء صغير هنا، حيت كنقولو جزء صغير يعني كنهزو واحد السورفاس صغيرة، كنهزو واحد السورفاس صغيرة هنايا، سي بيان. دونك نحاول انني نرسمها باش تبان مزيان. دونك هاهي، دونك هزينا واحد السورفاس صغيرة هنايا، غادي نسميوها بي، بي سي تخي بيان. دونك عندنا هاد المسافة من هنا لهنايا هي اغ صغيرة، هي اغ صغيرة سي تري بيان. عندنا هاد الزاوية هادي، هاد الزاوية هادي غنسميوها تيتا، وهاد الزاوية اللي عندنا هنايا غادي نسميوها في، سي بيان سي تري بيان. دونك إلا بينا نحددو لو شون إلكتروستاتيك، دونك حنايا حددنا واحد الجزء صغير كيما شفنا في الكور، دونك هاد الجزء الصغير غادي يعطينا واحد الجزء صغير من الإلكترو الشون إلكتروستاتيك اسما دي دو او. دونك هذا هو غادي يكون اتجاه اكزومبل ديالها، تسمى دي دو او، سي بيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ اول حاجه من هادشي كامل خاصني نعرف نحسب اول حاجه سيغما، سيغما باش نحسبها خاصني دي دو اس، دي دو اس خاصني نعرفها. يعني شكون هو دي دو اس؟ هو السورفاس ديال هاد السورفاس الصغير اللي خديتي مزيان. الوغ غنحاول انني نكبرو باش يبان لكم، راه ماشي راه كل شكل او طريقه كيفاش تحسب السورفاس ديالها. قرص راه باين كيفاش نحسبو السورفاس ديالها، انت شوف معايا غنشرحو لكم ببساطه. دونك هاد الجزء الصغير نحاول نكبرو، الا كبرتو دونك شوف معايا هادي هي لو بوين، هادي او صافي، غنفترضو هادي هي لو بوين او صافي، غتكون بحال هكا هكا ها هو هاكا، سي تري بيان. دونك هاد الجزء الصغير راه هو هذا اللي عندنا هنايا، هذا يعني هو هذا، راه غير كبرتو باش يبان كيفاش نحسبو مزيان. اول حاجه هاد الزاويه هادي شكون هي؟ راه هي جزء من هاد الزاويه ديال تيتا، ها انت راه جاي هكا، هي واحد الجزء صغير من هاد الزاويه تيتا، يعني تيتا اشنو نسميو هادي؟ دي دو تيتا، دي دو تيتا شيرا شفنا بلا دي بلاسمون اليمونتير مزيان. هاد المسافة من او لهنايا راه هي اغ صغيرة، هاد المسافة هي اغ صغيرة، سي تخي بيان. الوغ ركز معايا، هاد المسافة كاملة هي اغ صغيرة، وهادي هادي الجزء الصغير اللي خدينا هنايا، الجزء الصغير هو جزء صغير مناش من هاد اغ اللي كبيرة، يعني غادي نسميوه دي دو اغ، يعني هاد الجزء الصغير هذا من هنا لهنايا يتسمى دي دو اغ، سي بيان. الوغ انا باش نحسب هاد المساحه، هاد السورفاس هادي، خاصني نضرب هاد دي دو ار في هاد القوس هذا. هاد القوس كيفاش نحسبوه؟ سهله، عقلتو على لاغولاسيون اللي كنا كنديرو، كتكون عندنا دائره اكزومبل هادي هي او، وكتكون عندنا هادي هي تيتا وهادي هي ار، كنقولو ان هاد المسافه هادي اللي هنايا ما هي الا ار في تيتا، عقلتو عليها صافي. دونك لا ميم شوز نطبقوها هنايا، دونك هاد المسافه هادي اللي عندنا هنايا ما هي الا r في دي دو تيتر، r في دي دو تيتر.
دونك يعني ان هذا الجزء الصغير هذا اللي سميناه دي دو اس، فان المساحه ديالو ما هي الا ار في دي دو ار في دي دو تيتا، يعني هذه في هذه، يعني ار في دي دو ار في دي دو تيتا. سي تري بيان صافي، يعني على حساب الشكل على حساب السيرفاس كيفاش كيكون صافي، يعني خاصك تفهم ماشي في الحفاظ فاهمه اهم حاجه. الوغ ها هو اهم حاجه حنا حسبناها، اشنو قلنا؟ قلنا ان دي دو اس ما هي الا ار في دي دو ار في دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ غنمحيو هاد الشيء ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا غادي نحسبو دي دو اي، نجيو نكتبوها هاهي دي دو اي. دي دو اي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد على ربعة بي ايبسيلون زيرو. شكون اللي نتج لنا دي دو؟ هاد الجزء الصغير اشنو نسميوه؟ لا شارج ديالو شنو هي؟ هي دي دو كي صافي. لا شارج ديال هذا كامل كي، هذا نسميوها دي دو كي، يعني في لا شارج دي دو كي مقسومة على المسافة. هاد المسافة هادي نسميوها بي ام او كاري، بي ام بي ام او كاري فاش في لا فيكتور اونيتير، دونك فيكتور اونيتير او، دونك اكزومبل هو هذا او، نديرو فيكتور اونيتير او بما ان درنا متجهنا مزيان. شنو قلنا حنايا؟ قلنا اهم حاجة هو انه هذا خاصني نديرلو الاسقاط. فاش نديرلو الاسقاط؟ غنديرو الاسقاط على زد، لان حنايا قلنا ان او ام كتساوي لنا او زد، يعني غادي نسقط هذا على زد. هذا الا سقطتو على زد ركز معايا، هاد الفا هي اللي عندي هنايا هكاك، هاد الفا هي اللي عندي هنايا هي الفا صافي. هاد الزاوية اللي عندي هنا راه هي اللي عندي هنايا. الو باش نسقط انا على زد اشنو عندنا؟ الضلع المحايد يعني الكوس، يعني دي نكتبوها هنايا، يعني ان دي دو او، دي دو او بالنسبة لزيد نديرو بالنسبة لزيد شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هادي هي كا نكتبو كا فوا اش فوا دي دو كي على بي ام او كاري فاش في الكوس، يعني دي دو او في الكوس كوس مزيان. فاش في لا فيكتور اونيتير ماشي او، لا فيكتور اونيتير ديال اش؟ ديال زد. شكون هو لا فيكتور اونيتير ديال زد؟ هو او زد. زد سي بيان. دابا قدرنا نحسبو دي دو او. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو لانتيغرال ديالنا، لانتيغرال دوبل، يعني غتولي عندنا دي دو او زد دونك ايغال، نحيدو حنايا هاد الفيكتور نخدمو غير بلا نور باش ما نطولوش. كارا كونستانت تخرج لانتيغرال دوبل ديال اش؟ دي دو كي. ركز معايا شكون هي دي دو كي؟ هي سيغما في دي دو اس، سيغما في دي دو اس على اش؟ على بي ام او كاري في كوس في. سي تري بيان. الوغ دابا هنايا على حسب التمارين، هنايا فاش بغيتك تفهم، يعني على حسب التمارين كيختلف كيفاش انني غادي نحاول انني نحيد هاد المتغيرات. شحال متغير عندي انا هنايا؟ عندي الفا ياك، وعندي اس حتى هو متغير، وعندي هاد بي ام، هاد بي ام حتى هي متغير صافي مزيان. عندك هادي متغير متغير متغير. دونك هنايا اول حاجه انايا هاد دونك هاد بي ام خاصني نحيدها، لان انا ما عارف هاد بي ام هادي لو ماكسيموم ديالها ولا مينيموم ديالها باش انني نقدر نحدد لي بورن ديالها مزيان. دونك بقاو لنا جوج حوايج، اما غادي نخدم على هادي نخدم عليها تيتا، هاد المجهول هذا تيتا. علاش؟ لان لو ماكسيموم ديالها هي دو بي، كدور دو بي هكا دائره قرص يعني دو بي، و لي مينيموم ديالها كاع هو صفر، يعني لي بورن ديال هاد تيتا عندي هما صفر دو بي، الحركه ديالها هي صفر دو بي مزيان
سي تري بيان. هنا بقى لي جوج حوايج، اما غادي نخدم بار، هاد ار الصغيره هادي يعني لي مينيموم ديالها هي صفر ولو ماكسيموم ديالها هو لو غايون ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد القرص صافي. ولكن حنا نقولوا اكزامبل في التمرين ما عطانيش انا لو غايون ديال هاد القرص، دونك انا ما عنديش، عندي لو مينيموم هو صفر وما عنديش لو ماكسيموم ديال هاد لو غايون. افترضوا ان عطينا اون فونكسيون، غادي نجبدوا او ركز معايا اون فونكسيون ديال الفا ام صافي في ام صافي الفا ام. شكون هي الفا ام؟ يعني الفا دو ماكسيموم. ها شوفوا هاد الفا هادي هاد الزاويه هادي هاد بي الا جات في او غتولي هاد الفا شحال؟ صفر. مزيان هاد بي هادي الا جات في القنت، في القنت ديال هاد ديال هاد القرص اشنو غتولي؟ غتولي لو ماكسيموم الفا ام. يعني عندي لي بون، لي بون ديال هاد الفا هي صفر او الفا ام صافي. وحنا في ليكزيرسيس اكزومبل حنا افترضنا ان قال نجبدو اون فونكسيون ديال الفا ام صافي. مزيان يلا نكملو دابا. دونك هادي انا بغيت تكون تفهموا على داكشي علاش شرحتها بهذه الطريقه هذه، باش انك ما تلقاش مشكل انت حيت توصل لهاد البارتي صافي كتشوف لي بون ديال هاد ديال لي بون ديال الانتيغرال منين نجبدهم شكون هما لي فاريابل اكسيتيرا صافي. مزيان الوغ دابا حددنا هنايا، دونك غادي نكملو، غادي نكملو نحاولو دابا نحيدو المشاكل اللي عندنا. يعني غادي نحيدو اول حاجه بي ام، قلنا ا غنكتبوها هنايا، قلنا قلنا ا قلنا ا باش نلقاو بي ام غادي نخدمو بي ام فين راه بي ام هاهي كوس الفا، غنديرو كوس قلنا ا كوس الفا. شنو كتساوي لنا كوس الفا؟ كتساوي لنا هاد المسافه هادي راه كونستانت ثابته من او، هاهي من هاد او لام راه ما كتغيرش هاد المسافه، عطيها لنا ما تغيرش هادي من او لام، غنسميها انا زيد صغيره صافي. غنكتبها هنايا دونك او ام هاد المسافه هي زيد صغيره. مزيان الو يعني كوس الفا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الضلع المحايد هو او ام مقسوم على اش؟ على الوتر، هو الوتر بي ام صافي. يعني ان كوس الفا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زد على بي ام. هاكا كتقول لي بي ام دابا لقيناها، نقول لك سي تري بيان. يعني بي ام شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زد مقسومه على كوس في الفا، عفوا كوس الفا. مزيان حنا شنو عندنا؟ بي ام او كاري، دونك نضربو هادي او كاري تعطينا او كاري او كاري سي تري بيان. دابا حنا حيدنا المشكل ديال بي ام، ردينا اون فونكسيون ديال زيد زيد راه كونستانت ثابته دونك كتخرج من الانتيغرال، و الفا الفا راه قلنا اون فونكسيون غنجبدوها مكاينش مشكل في الفا. مزيان تاني حاجة اشنو عندنا؟ عندنا تاني حاجة، تاني حاجة نحاولو اننا نشوفو ار، نحيدو دي دو ار دونك دي دو ار دي دونك دونك دي دو ار خاصنا نحيدو. علاش؟ دونك هنا نجي نروبلاسيو باش تبان لكم. دونك هادي غادي نجي نحطها هنايا باش باش تبان، ركز معايا. دونك هاد دي دو اس غادي نروبلاسيها باش بار دي دو ار دي دو في دي دو تيتا اللي حسبنا راه ما روبلاسيتهاش صافي. نديرو هكا تعطينا سيغما، سيغما في ار في دي دو ار في دي دو تيتا سي تري بيان. مزيان دونك هنايا دونك هاد دابا بان، دونك حيت قلتلك دي دو اس راه مجهول، راه حيت كنقولو دي دو اس راه فيها جوج مجاهيل، فيها ار و تيتا صافي. مزيان تيتا راه ماشي مشكل، راه عرفنا لي بون ديالها هي تقدر من صفر تبدا من صفر وكتمشي دو بي مكاينش مشكل. ولكن هاد ار صغيرة ما عنديش انا لو ماكسيموم ديالها، لو مينيموم ديالها هي صفر وي، ولكن لو ماكسيموم ديالها هو لوغيون ديال هاد القرص هادي وكي ما عنديش، ما عطيهنيش البروف لي دوني، دونك ما عاديش خاصني نحيد انا هاد ار هادي، خاصني نحيدها. مزيان يعني الهدف ديالي خاصني نحيد ار، باش نحيد ار هي هاد المسافة هادي. دونك حنا غنخدمو غير على هاد المثلث هذا صافي. اشنو عندنا؟ عندنا طونجونت، طونجونت الفا اشنو كتساوي لنا؟ طونجونت الفا كتساوي لنا ار على زد، باينة ار على زد. علاش؟
طونجونت الفا هي الفا، اشنو كتساوي الضلع المقابل على الضلع المحايد؟ الضلع المقابل هو ار والضلع المحايد هو الزد، تاعنا قسمناها على الزد. دونك الهدف ديالي هو نجبد ار. مزيان، ار شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الزد في طونجونت الفا. مازال عندي ار، حنا لقيناها، وهاد دي دو ار حتى هي خصني نحيدها، يعني غادي نقسم هنايا على دي دو ار، غادي نشتق يعني دي دو ار شنو كتساوي لنا؟ ركز معايا، الزد راه كونستونت، غتخرج لنا من الاشتقاق لانها ثابته ما كتغيرش، ولكن طونجونت، طونجونت الفا الا اشتقيناها شنو غتعطينا؟ غتعطينا واحد على كوس الفا او كاري. وما ننساوش ديدو الفا في الاشتقاق ديال الفا، علاش؟ لان هاد الفا فاريابل متغير، دونك هنايا غتشتقوها. مزيان، الا كانت الاشتقاق ديالك يساوي واحد راه كتبقى لا كونستونت عاديه. حنا حيت كنديرو طونجونت اكس، طونجونت اكس شنو كنديرو؟ كنديرو واحد كوس اكس او كاري، فاش في الاشتقاق ديال اكس، الاشتقاق ديال اكس راه فاريابل كيساوي واحد، صافي. علاش؟ لان كنشتقو اكس اون فونكسيون ديال اكس، هنا الاشتقاق ديال اكس راه ماشي اون فونكسيون ديال اكس، الاشتقاق ديال الفا ماشي اون فونكسيون ديال الفا، داكشي اللي كنديرو ديدو الفا وكنخليوه، صافي. مزيان، كنشدو هادي نرو بلاصيوها هنايا، دونك كتعطينا واحد على كوس الفا او كاري في ديدو الفا. مزيان، الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. دابا غادي نجي كل حاجة نحطها بلاصتها. يلا سير معايا، عندي دي دو او، مزيان، دو زد، دي دو او دو زد ولا دي دو او، لان عندنا دي دو او زد كيساوي لنا دي دو هاي، دي دو ام عفوا ديال لو بوان ام راه هي دي دو زد، راه شرحنا نخدمو نيت هاد دي دو او. دي دو او شنو كتساوي لنا؟ الو كا خرجات، ها هي كا، دونك كا شكون هي كا؟ كا هي واحد، واحد على ربعة بي ايبسيلون زيرو، صافي، هادي هي كا. سي تري بيان، هاد سيغما هادي غتخرج كونستونت، هيا خرجات، نخرجو سيغما. مزيان، لانتيغرال دوبل ديال اش، الو ركز معايا، أول حاجة إغ، شكون هي إغ؟ غنمشيو لإغ، إغ هي هادي، هي زد طونجونت ألفا، سي بيان. فاش في الدي دو إغ؟ الدي دو إغ هي هادي، يعني تعطينا ف دي دو ار، يعني ف زد كوس الفا او كاري في دي دو في. مزيان، في دي دو تيتا نخليوها في دي دو تيتا، ما عندناش مشكل في دي دو تيتا. مزيان هكاك، دونك هنايا شنو عندنا؟ نقدروا اننا راه مقسومه على بي ام، مازال ما قسمنا على بي ام دابا، صافي، فوا غنديرو في المقلوب ديال بي ام، فراه بي ام، بي ام فراه بي ام، ها هي بي ام او كاري، هي هادي، ولكن راه كاينه لتحت، يعني نديرو المقلوب ديالها، المقلوب ديال هادي، لان ضربناها الضرب، كانت قسمه باش ردها الضرب خاصها تكون المقلوب، يعني تعطينا كوس في او كاري على زد او كاري. حيت الان كلشي مزيان، وما نساوش كوس الفا اللي عندنا هنايا، ها هي كوس الفا، كوس الفا. دابا نحاول انني نكمل الحساب ديالي، دونك عندنا هادي تمشي مع هادي، سي تري بيان. شوف معايا، عندك زد هنايا، مع زد تعطينا زد او كاري، مع زد او كاري تمشي، دونك هادي مع هادي تمشي لنا مع هادي، سي تري بيان. طونجونت الفا شحال كتساوي لنا؟ طونجونت، طونجونت الفا كتساوي لنا سينوس الفا مقسومة على الكوس الفا، سي تري بيان. دونك هنايا تمشي لنا الكوس مع الكوس، سي تري بيان. دونك دابا كيما كتلاحظ بقاو لنا جوج مجاهيل، الفا و تيتا اللي بغينا، سي بيان. دونك هنايا دي دو او ها هي شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا سيغما 4 بي ايبسيلون زيرو لانتيغرال ديال اش؟ سينوس، سينوس في دي دو في دي دو تيتا، سي بيان. ها دابا شنو غادي ندير؟ لي بورن، الوغ غادي نحيد انا هذا بورن، نجيب الانتيغرال الاخر هنايا، دونك نجيب الانتيغرال ديالي هنايا. مزيان، مزيان، الوغ ركز معايا، شنو قلنا؟
الفا الفا اش كدير؟ هاد الفا هادي الى هاد بي مشات لزيرو غتعطينا صفر، يعني زيرو لو مينيموم ديالها زيرو، ولو ماكسيموم ديالها هي الفا ام، هي الفا ام. مازال غادي نشوفو تيتا، تيتا يعني هاد هاد بي هادي الى دارت كامله، الى وصل الى جات لهنا هاد اللاكس هذا، نقولو حنايا هاد اللاكس هذا سميناه اكس ياك، دونك هاد بي كانت في اللاكس اكس، هاد تيتا تكون زيرو، يعني زيرو الانتجرال من زيرو لاش، من زيرو، من زيرو للدردوره كامله دو بي، دو بي سي تري بيان. يعني نتايا الهدف هو كتشوف هاد لي بورن واش تقدر تلقاهم هنا، تما كتحدد المجاهيل اللي خاصك تخدم عليهم، دونك كتساوي داكشي اللي قلت لهم خاصكم تفهمهم. دونك دابا غادي نحاول ان نحسب الانتجرال ديالي، عندك سيغما 4 بي ايبسيلون 0. الوغ سينوس الفا شكون هي البريميتيف ديال سينوس الفا؟ هي موان، هي موان كوس الفا. مزيان نحددو لي بون ديالنا هما الفا ام و زيرو، من زيرو الفا ام. سي تري بيان. الوغ فوا اش فوا تيتا، دونك هنا بحال قلتي واحد، بحال قلتي لانتيغرال ديال واحد دي دو تيتا، يعني الانتيغرال ديال واحد هو تيتا كما كنا كنشوفو، يعني تيتا يعني البريميتيف ديال واحد هو تيتا، دونك هنا البريميتيف ديال هادي هي تيتا، يعني تيتا اشنو غتكون دو بي زيرو. سي بيان. دونك غنمحيو هادشي اللي عندنا هنايا ونكملو، منحتاجوش الشكل نحيدو. الوغ ركز، دونك وصلنا دي دو او، شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سيغما على 4 بي ايبسيلون 0. الوغ دونك كنحسبوا الايماج، عطاتينا موان كوس الفا، ياك نعوضوها باش، دونك هاد كوس غنعوضوها بالفا ام، ها هي الفا ام ناقص مع الناقص يعني زائد كوس 0 لي بورن، كوس 0 مزيان فوا اش فوا تيتا نعوضوها ب 2 بي، 2 بي ياك ناقص 0. سي تري بيان. الوغ كوس 0 شحال كتساوي لنا كوس 0؟ واحد، هادي تعطينا واحد. سي تري بيان. يعني دي دو او اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا الفا 4 بي ايبسيلون 0 عامل على واحد ناقص كوس، عفوا ناقص وي كوس الفا ام. دونك رتبناهم، هاد واحد جبناه هنا وهنا، وهنا دو بي فوا دو بي فوا دو بي، دونك دو بي غتمشي مع 4 بي، اشنو غتبقى لنا؟ دونك دو بي غتمشي مع 4 بي غتبقى لنا دو، دو. دونك حنا قدرنا نحسبو لو شون الكتروستاتيك، عفوا او ماشي دي دو او، او حيت حسبنا الانتيغرال او، دونك هنا راه او، او سي تري بيان. دونك هنا راه او ماشي دي دو او، عفوا او علاه؟ لان درنا الانتيغرال دوبل، دونك تحيد هذيك الدي، ها هي لو درنا الانتيغرال دوبل ديال دي دو او عطنا او. سي تري بيان. الوغ وبالنسبه الى افترضنا، ركز معايا، الى افترضنا دونك حنايا باش اننا نفهمو لو بوين كاملين، دونك نعاودو نرسمو هذا، دونك هذه هي لو بوين اللي اختارينا، اختاريناها ام. اش اختارينا؟ اختارينا هاد الزد، هادي هاد المسافه او ام اللي قلنا هي الزد، اختاريناها موجبه في هاد الحاله، فهاد الحالة اختارينا الزد بوزيتيف، يعني كاينة الفوق. إلا نفس التمرين واختارينا الزد لتحت هنايا، يعني اختارينا ام لتحت، يعني هاد الزد غتعطينا موان زد، يعني هاد المسافة، اشنو غادي كيوقع؟ شي سامبلومون كتغير غير الإشارة، صافي. يعني فزد إلا كانت بوزيتيف كتعطينا هاد النتيجة، زد إلا اختاريناها من لتحت اشنو غادي يوقع؟ هاد زدنا غير موان هنايا، سي بيان، هاد زدنا موان الفا دو ايبسيلون زيرو عامل على واحد ناقص كوس الفا دو ام، صافي مزيان. الوغ في الحاله فاش الا قال لك ان هاد البلا انفيني، يعني هاد لوب هاد القرص هذا لانفيني ماشي لانفيني، هنايا مزيان. الا قال لك ماشي لانفيني، يعني الفا ام مالها هاد الفا ماكسيموم غتمشي لانفيني. شوف معايا، ركز معايا، الا هاد بي مشات لانفيني، هاد الفا اللي عندنا هنايا، هاد الفا هادي، هاد الفا غتبقى
كل ما مشات كل ما كتكبر، كل ما مشات كتكبر كتكبر، لو ماكسيموم ديالها هو كتولي 90 درجة. يعني هاد الفا يعني حيت بي غتمشي، حيت بي غتمشي لانفيني، هذا كي امبليك ان هاد الفا هادي غتساوي لنا بي سور دو، لو ماكسيموم ديالها غتولي 90 درجة. يعني هادي الا مشات لنا لانفيني غتولي 90 درجة. دونك هنا تتبدل، غتولي عندنا هنايا الى الى هنا في الحالة ديال بي مشات لنا لانفيني غتكون الفا كتعطيك بي على 2. مزيان. الوغ الى جينا نحسبو كوس بي على 2 شحال كيعطينا كوس بي على 2؟ كوس بي على 2 دونك هنايا باش نعرفو الكوس، دونك كوس داير بحال هكا، كوس بي على 2 غتعطيك صفر، يعني غتعطينا زيرو زيرو، وهذه يعني غتعطينا او. اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا سيغما دو ايبسيلون زيرو. يعني هاد الحالة هادي فاش فاش كتكون عندنا الفا ماشي هي لانفيني، صافي مزيان، حيت الفا تمشي لانفيني نكتبوها هنايا. دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي. الوغ يعني شي حاجة اللي بسيطة بزاف. دونك هاد لي كيسيون راه يقدرو يتعطاو لكم، داكشي علاش كنخدموهم. دونك نكتبوها بوغ ان بلان هنايا، بوغ ان لا انفيني فيني انفيني شارجي شارجي اون سيرفاس فاس، فان لو شون الكتروستاتيك بالنسبه لهاد البلا سميوه بلا انفيني، بلا ان في ني اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دونك هنايا على حساب، الا قلنا الا كانت زيد موجبه ولا زيد سالبه، الا كانت زيد موجبه كيكون البلوس هنا، الا كانت زيد سالبه كيكون الموان، يعني تكون عندنا بلوس موان سيغما دي او ايبسيلون زيرو، على حساب على حساب زيد هادي الا كانت زيد صغيره موجبه، هادي إلا كانت زيد صغيرة سالبة. سي تخي بيان. دونك هاد لو بوان هادو خاصنا نكونو ضابطينهم. ألوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في إكزيرسيس في تكملة ديال الكور بالنسبة للإلكتروستاتيك.